بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة إضافية للكيمياء الغير عضوية لوصف مفاهيم الحامض والقاعدة. توجد العديد من المفاهيم التي تطرقنا إليها خلال المنهج العلمي، ولكن لم يسعفنا الوقت للأسف لإتمام جميعها خلال هذا الفصل الدراسي الأول. تطرقنا إلى 5 مفاهيم أو 6، إن شاء الله سنتممها في هذا الفصل الدراسي، وإن شاء الله بقية المفاهيم إن شاء الله سوف نتممها في النصف الدراسي الثاني. أول هذه المفاهيم لوصف الحامض والقاعدة كان مفهوم لايبك لوصف الحامض والقاعدة. مفهوم لايبك لوصف الحامض والقاعدة تقريبا 1775 بدأ في مفهوم لايبك لوصف الحامض والقاعدة. وصف لايبك الحامض أو عرف الحامض على أنها الحامض أكاسيد النيتروجين والفسفور والكبريت. عرف لايبك الحامض على أنها أكاسيد النيتروجين والفسفور والكبريت، مثلا NO2- أو NO3 نيوترون P4O10 أو SO3. هذا كان تعريف الحامض، قال إنه الحامض اللي هي أكاسيد الكبريت والفسفور والنيتروجين. هذه الأكاسيد عندما تذوب في الماء، أكاسيد النيتروجين والفسفور والكبريت عندما تذوب في الماء تعطي حوامض قوية جدا، منها الـ H2SO4 سلفوريك أسيد، الـ H3PO4 فوسفوريك أسيد، الـ H3PO3 الفوسفوروز أسيد، والنيتريك أسيد الـ H3. لاحظ هذه الحوامض كلها، او هاي حوامض جميعها حوامض غير عضويه. نايتريك اسيد حامض غير عضوي، فوسفوريك اسيد، فوسفوروز اسيد حامض غير عضوي، فوسفوريك اسيد غير عضوي، وسلفوريك اسيد حامض غير عضوي. فاذا عندما يذوب اكسيد الغير فلز، اكسيد غير فلز اللي هو اكسيد السلفر والفوسفوروز والنيتروجين، عندما يذوب في الماء يكون حوامض قويه جدا. هذا كان مفهوم لايبك لوصف الحامض والقاعدة، قال إنه الحامض هي أكاسيد النيتروجين الفسفور والكبريت، مثلا NO3 P4O10 SO3. هذه الأكاسيد عندما تذوب في الماء تكون حوامض قوية جدا، هي سلفوريك أسيد H2SO4، الـ H3PO4، H3PO3 والـ HNO3. وعرف القاعدة، عرف قاعدة لايبك على أنها المادة التي تتفاعل مع حامض لايبك، يعني قاعدة لايبك الحامض اللي تتفاعل مع حامض لايبك، مثلا البوتاسيوم هيدروكسيد KOH، الصوديوم هيدروكسيد NaOH، والكالسيوم هيدروكسيد CaOH2. هنا لدي بعض المعادلات عن الحوامض والقواعد. إذا تلاحظ هنا ال HNO2 مثلا النيتروز أسيد، هذا يمثل ماذا؟ حامض لايبك، لأنه ناتج من اتحاد الأكسجين مع النيتروجين، وعندما يذوب في الماء يكون الـ HNO2، هذا حامض لايبك. الـ H2SO4 ينتج من تفاعل الكبريت مع الأكسجين يكون SO2، يتفاعل مع أكسجين ذرة أكسجين واحد يكون SO3، يذوب في الماء يكون H2SO4، هذا أيضا يعتبر حامض لايبك. الـ P4O10 4P زائد 5O2 ينتج P4O10، يذوب في الماء في 6H2O ينتج H3PO4، هذا حامض لايبك. الـ HNO2 H2SO4 حامض لايبك، و H3PO4 ايضا حامض لايبك. قواعد لايبك المادة اللي تتفاعل مع هذه الـ HNO2، منو يتفاعل مع هذه؟ الـ NaOH مثلا، ينتج لديك NaNO2 زائد H2O، ينتج لديك الصوديوم نيتريت زائد H2O، صوديوم نيتريت سوري زائد H2O. الـ H2SO4 زائد KOH هذا يعطيك K2SO4 بوتاسيوم صلبيت in addition to water، زائد جزيئتين من الماء. ال H3PO4 هنا يحتاج الى 3 مكافئات، لانه لديك 3 هيدروجين موجب، يحتاج 3 صوديوم، فيكون لديك Na3PO4 البوتاسيوم او صوديوم فوسفيت سوري صوديوم فوسفيت in addition to 3H2O. هذا اللي امامنا الان طلابنا الاعزاء، هذا يمثل اول مفهوم لوصف الحامض والقاعده. مفهوم لايبك عرف الحامض على انه اكاسيد النيتروجين الفسفور او الكبريت، مثلا NO3 NO2- P4O10 SO3. هذه الاكاسيد عندما تذوب في الماء تكون حوامض قويه جدا، حوامض غير عضويه قويه جدا، منها ال H2SO4، ال H3PO4، H3PO3 وال HNO3. هذا بالنسبه للحامض. هل الكلام واضح اخوان بالنسبه لحامض لايبك؟ الكلام واضح اخوان؟ واضح دكتور، شكرا جزيلا. اي شيء غير واضح الى الان اخوان الاعزاء؟
شكرا شكرا مريم. بالنسبه للقاعده، قاعده لايبيج، الماده التي تتفاعل مع حامض لايبيج، قاعده لايبيج الماده التي تتفاعل مع حامض لايبيج منها كي او اتش ان او اتش سي اي او اتش باي 2 ام جي او اتش باي 2 وهكذا. المعادلات اللي من الممكن ان تفسر هذا المفهوم او تبسط هذا المفهوم، ترسخ هذا المفهوم، مثلا ناخذ الاتش ان او 2 مثلا او الاتش ان او 3، هذا حامض انفاعل ويا الان اي او اتش يعطيك ان اي ان او 2 زائد ام اتش 2 او. لاحظ هذا الاتش ان او 2، الاتش ان او 2 هذا يعتبر حامض، الان اي او اتش ايش يعتبر هنا اخوان؟ قاعد. فتفاعل الحامض مع القاعده ايش يعطيك؟ الان اي ان او 2 هذا ملح، هذا عباره عن ملح، زاد الاتش 2 او هذا ايش يعتبر؟ ماء. فاذا تفاعل الحامض مع القاعده يعطي ملح زائد ماء، وهذا اللي مفهوم اللي في ذهننا من الدراسه الثانويه والاعداديه، انه دائما تفاعل الحامض والقاعده سوف يعطي ملح زائد ماء. هذا صحيح ولكن ليس في كل المفاهيم، في بعض المفاهيم البسيطه اللي منها مفهوم لايبيج. لو ناتي الى المعادله الثانيه الـ H2SO4، هذا الـ H2SO4 زائد KOH، شو ينتج عندك هنا؟ K2SO4 زائد 2H2O. الـ K2SO4 هذا حامض، H2SO4 حامض، الـ KOH قاعده، الـ K2SO4 هذا ملح، K2SO4 ملح متعادل، والـ 2H2O ماء. بالنسبة لل H3PO4، بالنسبة لل H3PO4 إذا تأتي لي ملاحظته، هذا حامض قوي، هذا حامض قوي، H3PO4 حامض قوي، زائد NaOH هنا عندك، الـ NaOH قاعدة قوية، يعطيك ملح متعادل Na3PO4 زائد 3 جزيئات من الماء. هذا كان المفهوم الأول للايبيج، أنه الحامض أكاسيد النيتروجين والفسفور والكبريت التي تذوب في الماء لتكون حوامض قوية، والقاعدة المادة التي تتفاعل مع حامض لايبيج. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ إذا لاحظنا أنه الأكاسين ليس دائما نيتروجين وفسفور وكبريت، ممكن يكون أكسيد الكربون، ممكن يكون أكسيد الكروم، ممكن يكون كروم في حالة تأكسد عالية، ممكن يكون أكسيد الحديد السداسي مثلا. هنا احتاجين إلى تطوير المفهوم، تطوير المفهوم. فالمفهوم الأول إذا تلاحظ هنا، الحامض هو أكسيد نيتروجين فسفور والكبريت، هذا بداية الموضوع. ولكن عندما تتطور المعادلات وتتطور المواد، تكتشف مواد جديدة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكوين مادة جديدة أو تكوين مفهوم جديد. لاحظ هنا الحامض هذا لدي HCl، هذا حامض الهيدروكلوريك، هو لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه المفهوم الأول اللي تكلمنا، أنه قلنا أنه دائما أكاسيد النيتروجين والفسفور والكبريت. هنا اختاريت لك اني ماده الهيدروكلوريك اسيد، هذا ليس باكسيد الكبريت وليس باكسيد الفسفور وليس باكسيد النيتروجين، هذا اتى من اكسيد الكلورايد، اذا صارت ماده جديده، اصبحت ماده جديده، صح لو لا؟ او من نذابه غاز الكلور في الماء مباشره، هذا اصبحت ماده جديده. ايش تلاحظ هنا اخوان؟ هذا حامض وهو حامض قوي الهيدروكلوريك اسيد. ما الذي ينطبق عليه هذا التعريف او هذا التفاعل؟ ينطبق عليه مفهوم لايبيج المطور، مفهوم لايبيج المطور لوصف الحامض والقاعده. عرف الحامض على انه الماده التي يمكن استبدال ايون الهيدروجين الموجب فيها بفلز. هذا مفهوم لايبيج المطور للحامض، مفهوم لايبيج المطور للحامض. عرف الحامض على انه الماده التي يمكن استبدال ايون الهيدروجين الموجب فيها بفلز. والقاعدة بقت على نفس التعريف، المادة التي تتفاعل مع حامض لايبيج. يعني القاعدة في الحالة الأولى، المادة التي تتفاعل مع حامض لايبيج، NaOH، KOH، CaOH باي 2، لم تتغير. القاعدة هي المادة التي تتفاعل مع حامض لايبيج. الحامض في البداية كان هو أكسيد النيتروجين، الفسفور والكبريت. ولكن مفهوم لايبيج المتطور للحامض قال أنه عرف الحامض على أنه المادة التي يمكن استبدال ايون الهيدروجين الموجب فيها بفلز. مثال على ذلك ال HCl. تلاحظ انه عندك HCl وعندك NaOH. ايش راح يعطيك؟ NaCl زائد H2O. يعني هذا حامض قوي ال HCl وال NaOH من هنا قاعده قويه. ايش راح يعطيك؟ ملح متعادل اللي هو ال NaCl زائد H2O ماء. ملح متعادل زائد ماء. هنا ايش تلاحظ اخوان؟ رسمت لك سهم، كانما الصوديوم حلت محل الهيدروجين. والهيدروجين حلت محل ماذا؟ الصوديوم. يعني هذا الهيدروجين اللي موجود حاليا تم استبداله بفلز، الهيدروجين اتى مكانه الصوديوم، تمام؟ والهيدروجين غادر وارتبط مكان الصوديوم، فيكون عندك NaCl زائد H2O.
هذا المثال الاول. المثال الاخر ناخذ حامض اللي هو النيتريك اسيد ال HNO3، افاعله ويا قاعده قويه، حامض قوي زائد قاعده قويه يعطيني ملح اللي هو ال KNO3 زائد الماء H2O. الان اذا تلاحظ ال HNO3 ما الذي حدث هنا؟ انت استبدلت ال H الموجب بماذا؟ بالبوتاسيوم. وال H الموجبه حلت محل البوتاسيوم في المركب الثاني، صار عندك KNO3 وصار عندك H2O. هذا الكونسبت او هذا المفهوم هو نفسه موجود هنا اذا تلاحظ طلاب. هذا كانما ال NA اتت هنا مقابل ال H، وال H غادرت بماذا؟ مكان ال NA. اذا تلاحظ هذا ال NA اتت مكان ال H، وال H غادرت مكان ال NA، كانما اصبح استبدال. تلاحظ هذا المثال الاول. المثال الاخر هنا البوتاسيوم ايضا كانما ايونين من البوتاسيوم او فلزين من البوتاسيوم او معادلين من البوتاسيوم حل محل الهيدروجين الموجب، والهيدروجين الموجب حل محل البوتاسيوم الموجب، فاصبح لديك K2SO4. هذا الفلز الموجب، هذا فلز موجب، لان ايضا فلز موجب، والصوديوم ايضا فلز موجب، حل محل ماذا؟ الهيدروجين الموجب الموجود في الحامض، لينتج عندك ملح زائد ماء. التفاعل الاخر ايضا ال NaOH، ال NaOH مثلا هذا ال Na الصوديوم الفلز الموجب حل محل الهيدروجين الموجب، ونحتاج الى ثلاثه لانه لدي هنا ثلاثه بروتونات، فيكون الناتج لديك Na3PO4 زائد N3H2. هذا اهم واول مفهوم، اول مفهوم لوصف الحامض والقاعده اخوان الاعزاء. هل هذا المفهوم واضح؟ هل يوجد شيء يستحق الاعاده؟ اي شيء غير واضح الى الان؟ مفهوم لا يوجد الحامض والقاعده؟ اي شيء غير واضح؟ شكرا بلقيس. بقيه الطلاب الاخوان الاعزاء دراسات مسائيه خصوصا، هل يوجد شيء غير واضح الى الان؟ ممكن اول مره تسمعون الكلام بهذه الصيغه. واضح. شكرا عقيل، شكرا جزيلا، شكرا. الان هذا المفهوم، شكرا، شكرا جزيلا. اذا ماكو سؤال ننتقل الى مفهوم الاخر. انا ممنون حبيبي السجاد، اهلا وسهلا بك. تمام. هذا مفهوم لايبك، اول مفهوم وضع للحامض والقاعده، قال انه الحامض اكسيد النيتروجين والكبريت والفسفور يذوب في الماء ليكون سلفوريك اسيد فوسفوريك اسيد والنيتريك اسيد، والقاعده اي ماده تتفاعل معه. هذا المفهوم الاول. هذه ثلاثه معادلات، المعادله الاولى، الثانيه، الثالثه. حامض زائد قاعده يعطيك ملح زائد ماء، حامض زائد قاعده يعطيك ملح زائد ماء، حامض زائد قاعده يعطيك ملح زائد ماء. هذا المفهوم الاول. ماذا لو اخذنا حامض يكون غير مشتق ولا يحتوي على الكبريت او الفسفور او النيتروجين؟ هنا نحتاج الى تطوير المفهوم، مثلا تاخذ ال HCl او ال HF مثلا او ال HBr مثلا. هنا سوف يكون عندك الهيدروجين او البروتون الموجب يتم استبداله بماذا؟ بفلز، بالصوديوم. اوكي؟ فكانما الصوديوم هنا حلت محل الهيدروجين الموجب، والهيدروجين الموجب اخذت مكان الصوديوم، فيكون عندك NaCl زائد H2O. هنا ايضا عندك حامض زائد قاعده يعطيك ملح زائد ماء. ولكن هذا الحامض اللي بالبدايه HCl هو ليس حامض نيتروجين او كبريت او فسفور، هو حامض اخر. وهو ينطبق على ال HF، ينطبق على HBr وهكذا. الكلام هنا اخوان واضح؟ يحتاج اعاده؟ واضح دكتور. احسنتم حمزه، شكرا جزيلا. الآن سوف ننتقل إلى المفهوم الآخر، مفهوم آخر، مفهوم أرينوس. هذا المفهوم أبسط وهو مهم جدا، أبسط من المفهوم الأول أو ليس بذات التعقيد. مفهوم أرينوس لوصف الحامض والقاعدة، عرف أرينوس الحامض، عرف أرينوس الحامض على أنها المادة التي تحرر أيون الهيدروجين الموجب في المحلول المائي. لاحظ هنا صار عندنا غير مفهوم. قبل شويه كان المفهوم اللي هو اكسجين نيتروجين والاكسجين نيتروجين عفوا والكبريت والفسفور، وبعدين صار عندنا البروتون يتغير يحل محله فلز، هذا كان الحامض. الان الحامض لدي مفهوم جديد له، وهو المفهوم في السوليوشن، في المحلول. الحامض الماده التي تحرر او تزيل، اما يحرر او يزيد تركيز البروتون الموجب في المحلول المائي. يجب ان يكون لديك اتش موجب ويجب ان يكون لديك محلول مائي لتسمي هذه الماده حامض. يجب ان يكون لديك بروتون موجب اللي هو هذا يزيد او تحرر الماده في المحلول المائي، المحلول يجب ان يكون مائي والاتش الموجب.
مفهوم أريموس ينطبق فقط أو يعمل في المحاليل المائية ولا يعمل في أي محاليل أخرى، يجب أن يكون المفهوم يطبق في محلول مائي. مثلا الأمثلة على هذا الحامض كثيرة، اختاريت منها أربعة فقط. مثلا الـ HCl حامض الهيدروكلوريك، هذا إذا ذوب في الماء في الـ H2O راح يعطيك H موجب زائد Cl سالب. بما أنه حرر H موجب في محلول مائي، إذا هذا، لاحظ هذا الـ H الموجب وهذا المحلول المائي، إذا هذا يعتبر حامض أرينوس. لاحظ الـ H2SO4، هذا الـ H2SO4 إذا تذيبه في الماء ما الذي سوف يعطينا؟ يعطينا H موجب، بروتون موجب، أوكي؟ زائدا أنيون سالب، الـ HSO4 سالب. هنا اذا تلاحظ ال H2SO4 حرر H موجب في المحلول المائي، حرر H موجب وين؟ في ال H2O، اذا هذا يعتبر حامض ارينوس. ال HSO4 السالب التحلل، خطوه التحلل الثانيه، لان عندك H2SO4 تطرح بروتون في الحاله الاولى ومن ثم تطرح بروتون في الحاله الثانيه ليصبح لديك complete ionization، ليصبح لديك تأيون تام. اللي عندك ال H2SO4 في الحاله الثانيه هذه تعتبر قاعده، بالمناسبه ال HSO4 يعتبر قاعده لانه لديه اشاره سالبه. ولكن هذه القاعده عندما تتحلل مائيا سوف تطرح ماذا؟ اتش موجب. سوف تطرح ماذا؟ اتش موجب. بما انها قاعده، وان كانت قاعده تحتوي على شحنه سالبه، حررت اتش موجب هذا هنا في محلول مائي، اذا تعتبر حامض ارينوس، تعتبر حامض ارينوس. اذا ناخذ مثال اخر، الاتش ان او 3 هنا، اتش ان او 3 زائد اتش 2 او يعطيك اتش موجب زائد ان او 3 سالب، النيتريت ايون. لاحظ هنا الماده هذا الاتش ان او 3 تحرر اتش موجب في المحلول المائي، اذا يعتبر حامض ارينوس. هذا اول المفاهيم الحديثه اللي استخدمناها لوصف الحامض بصوره دقيقه في المحلول المائي، لوصف الحامض بصوره دقيقه في المحلول المائي. الحامض الماده التي تحرر او تزيد من تركيز الهيدروجين الموجب في المحلول المائي، يجب ان يكون المحلول المائي، وهذا هو نظام ارينوس. وعلى اساس هذا لوصف الحامض القاعدة حصل نوبل برايس في الكيمستري، حصل جائزة نوبل برايس في الكيمياء. الحامض لأرينوس واضح إخوان؟ نعم دكتور واضح. بارك الله فيك. هل يوجد أي استفسار؟ واضح دكتور. أي يوجد أي استفسار؟ أي تعليق؟ أي شيء غير واضح إخوان؟ دكتور عادي يقدم الشحنة؟ أي شحنة تقصدها علي حبيبي؟ بالنواتج يعني، خلي بالبدايه السالب وبعدين الموجب عادي. ماكو مشكله، ماكو مشكله، ماكو مشكله. شكرا دكتور. المهم الاتش موجب يكون موجود عندك، والشحنه يجب ان تكون دقيق بها علي، يعني هذا السؤال خلي ماكو مشكله طبيعي. شكرا دكتور. عفوا، لا يوجد اي اختلاف هنا. اي يوجد اي استفسار اخر اخوان؟ تمام. الان سوف ننتقل الى قاعده ارينوس، سوف ننتقل الى قاعده ارينوس. قاعدة أرينوس هي المادة التي تحرر أيون الهيدروكسيل السالب في المحلول المائي. القاعدة المادة التي تحرر أيون عفوا المادة التي تحرر أيون الهيدروكسيل السالب في المحلول المائي. مثل هذه من هو؟ الـ NaOH. عندك الـ NaOH صوديوم هيدروكسيد، هذا عندما تذيبه في الماء شو يعطيك؟ يعطيك Na موجب. هذا أنا ما لي علاقة به لأنه ليس بـ H موجب، أنا أبحث أما عن H موجب او او اتش سالب، هذا هو مفهوم ارينوس. واعطاني ماذا؟ اعطاني او اتش سالب، انا هذا اللي ابحث عنه. اذا ماده تتحلل مائيا ويعطي هيدروكسيل سالب، هذا يعتبر شنو؟ قاعده. هذا يعتبر قاعده ارينوس. الكي او اتش هذه حللها مائيا شنو يعطيك؟ كي موجب زائد او اتش سالب. هذه ماده تحللت مائيا واعطت ايون هيدروكسيل سالب، اذا تعتبر ماذا؟ قاعده. سي اي او اتش باي 2، سي اي او اتش باي 2 هذه تحللت في الماء تعطيك ايون الكالسيوم بلس 2، انا هذا ما يهمني، اللي يهمني 2 او اتش ماينس، هذا اللي يهمني ايون هيدروكسيل السالب، اذا هذا يعتبر ماذا؟ قاعده. هنا طلاب اذا تلاحظ الصوديوم والبوتاسيوم هذا من الجروب 1، فيكون الاوكسيديشن ستيت الى زائد 1، هذه اهميه حالات الاكسده. بينما الكالسيوم والمغنيسيوم من المجموعه الثانيه، انا اختاريت الكالسيوم والمغنيسيوم لان المجموعه الثانيه، اذا تلاحظ يحتاج الى 2 هيدروكسيل. يحتاج الى 2 هيدروكسيل ليكافئ الشحنه الموجبه اللي موجوده عليه. فيصير Ca بلس 2 زائد 2 OH ماينس. بالنسبه للمغنيسيوم هيدروكسيد كذلك. ماده تتحلل في الماء لينتج ايون هيدروكسيل السالب، هذا ايضا تعتبر ماذا؟ تعتبر قاعده ارينوس. من الممكن ان نضيف شرح اضافي على مفهوم ارينوس. يمكن ان يعتبر الحامض الماده التي تزيد من تركيز ايون الهيدروجين الموجب في المحلول، اي ماده تزيد من تركيز ايون الهيدروجين الموجب في المحلول، البروتون في المحلول تعتبر حامض.
القاعدة المادة التي تقلل من تركيز البروتون الهيدروجين الموجب في المحلول المائي، يعني يقلل من الهيدروجين الموجب أو يرفع الـ OH السالب، هذا يعتبر قاعدة. هذه إضافة أيضا، يعني وجه آخر أو نظرة أخرى للمعادلات هذه. يعني هذا الـ OH السالب من يتحرر في المحلول المائي هنا يقلل قيمة الـ H الموجب، يقلل تركيز الـ H الموجب ويرفع تركيز الـ OH السالب، تمام؟ بينما هذا هنا إذا نأتي إلى الحامض تحرر اتش موجب في المحلول، يعني تزيد من البي اتش في المحلول، تزيد من حامضيته. اوكي؟ وتقلل من الهيدروكسيل، التركيز على الهيدروكسيل السالب في المحلول. هذا المفهوم الثاني، مفهوم ارينوس لوصف الحامض والقاعده. مفهوم ارينوس انه الماده التي تحرر او تنتج او تزيد من تركيز الاتش الموجب في المحلول المائي. مثلا اتش سي ال اتش 2 اس او 4 اتش ان او 3 اتش 3 بي او 4 زائد اتش 2 او ينطيك الاتش الموجب زائد الانيون المخالف. بالنسبه للقاعده، الماده التي تزيد من تركيز ايون الهيدروكسيل السالب في المحلول المائي، او الماده التي تحرر ايون الهيدروكسيل السالب في المحلول المائي، مثل ان اي او اتش، كي او اتش، سي اي او اتش باي 2، ام جي او اتش باي 2. هنا سوف يعطيك ايون الهيدروكسيل السالب اذا كان واحد او اثنان او ثلاثه، بالاضافه الى الكاتيون المخالف. وملاحظه بسيطه كانت، المادة التي تزيد من تركيز أيون الهيدروجين الموجب تعتبر حامض، المادة التي تزيد من تركيز أيون الهيدروكسيل السالب تعتبر قاعدة، أو المادة التي تقلل من تركيز أيون الهيدروجين الموجب أيضا تعتبر قاعدة. الكلام واضح إخوان الأعزاء؟ واضح دكتور. نعم دكتور واضح. بقية الإخوان والأخوات المتواجدين حاليا، هل يوجد شيء يستحق الإعادة أو الذكر؟ إخوان؟ شكرا جزيلا، خصوصا طلاب الدراسات المسائية اخوان، لان يعني ممكن اول مرة يسمعون مني هالكلام يعني شخصيا. شكرا. تمام، المعادلات اللي موجودة. نعم اشكرك اخي العزيز. المعادلات اللي موجودة حاليا على المونيتر هي بعض الامثلة وليست كل الامثلة. هي بعض الامثلة وليست كل الامثلة. ممكن اذا تفتح كتاب او منهج اخر تجد امثلة اخرى، تجد امثلة اخرى اكثر تعقيدا او اكثر بساطة. ولكن هذه الأمثلة أنا اختاريتها لكم لأنها الأكثر شيوعاً، وطالب من الممكن أن يحفظها، يعني من الممكن أن يتعامل معها لتوصيل الفكرة بصورة تامة. الآن سوف ننتقل إلى مفهوم آخر. تلاحظ المفهوم الأول اللي أخذناه اللي هو مفهوم لايبيك، تعامل فقط مفهوم لايبيك تعامل مع أكاسيد نيتروجين فسفور والكبريت، أو تعامل مع ماذا؟ استبدال ايون الهيدروجين الموجب بفلس. هذا المفهوم الاول، مفهوم لايبك. طيب الان اذا لدي حامض لا يحتوي على نيتروجين او فسفور او كبريت ولا يمكن استبدال الهيدروجين به بفلس، الان اذا احتاج الى مفهوم اخر جديد. هنا ظهر مفهوم ارينوس لوصف الحامض والقاعده، حاول ان يعالج وحده من المشاكل، انه ممكن ان يكون عندك النظام مائي وهو الاكثر شيوعا لانه المذيب الارخص والاكثر استخداما هو الماء في الكيمياء، في التفاعلات، لاجراء التفاعلات، وهو الاكثر شيوعا ايضا. فهنا حاول ان يعرف الحامض على انها الماده التي تحرر بروتون الهيدروجين الموجب في المحلول المائي، والقاعده الماده التي تحرر ايون الهيدروكسيل السالب في المحلول المائي. طيب الان اذا ظهر عندي نظام اخر، نظام جديد لا يحتوي على ماء، النظام جديد لا يحتوي على ماء، والنظام ايضا ليس فيه تحرير هيدروكسيل سالب، اذا هنا نحتاج الى نظام اخر او مفهوم جديد اخر، وهو مفهوم برونستيد اند لوري. باللغه العربيه يسموه برونشتيد ولوري، ولكن هو في اللغه الانجليزيه اذا نرجع الى التسميه الانجليزيه برونستيد اند لوري لوصف الحامض والقاعده. هذا المفهوم تطرق الى عديد من الامور. اولها انه النظام يكون بروتوني، النظام المذيب يكون بروتوني وليس مائي، هذا أول نقطة، أن يكون النظام بروتوني. النقطة الثانية، بالنسبة للقاعدة، المادة التي تستقبل أيون الهيدروجين الموجب، التي تستقبل البروتون الموجب في المذيب، إذا هنا أصبح لدي اختلاف. النقطة الثالثة اللي تطرق لها مفهوم برونستيد أند لاوري، مفهوم الحامض القرين والقاعدة القرينة، وهو لم يتم التطرق اليه سابقا في اي من المفاهيم، اذا كان ارينوس واذا كان لايبك. فاذا هذا المفهوم، مفهوم لاوري، تطرق الى برونستيد اند لاوري، عفوا اثنيناتهم،
تطرق الى ثلاثه امور. اولا انه الحامض الماده تحرر اتش الموجب في المذيب او النظام. الاتش الموجب الماده التي تحرر البروتون في النظام. بالنسبه للقاعده عرفها على انها الماده التي تستقبل بروتون في بروتون هيدروجين الموجب في المذيب او النظام. هذا بالنسبه للحامض والقاعده. ايضا مفهوم برونستيل اند لاوري من الممكن ان يصف التفاعل الكيميائي في نظام غير مائي، في نظام بروتون، في نظام مذيب غير مائي. وايضا مفهوم برونستيل اند لاوري اول من تطرق الى مفهوم الحامض القرين والقاعده القرينه. هذه النقاط واضحه اخوان اللي امامنا على المونيتر، جدا مهمه ترى، لانه تبين لك الفرق بين مفهوم برونستيل اند لاوري، مفهوم ارينوس، مفهوم مثلا لايبك الى الان. وايضا برونستيل اند لاوري حصلوا على نوبل برايس في الكيمستري حسب المصدر بسبب هذا المفهوم. يعني ارينوس اخذ نوبل برايس في الكيمستري، وبرونستيل اند لاوري اخذوا نوبل برايس في الكيمستري بسبب هذا المفهوم. والمفاهيم ارينوس وبرونستيل اند لاوري نستخدمها الى يومنا هذا بالمناسبه. المفاهيم هذا او الكلام هذا امامكم على المونيتر واضح اخوان، يحتاج اعاده، يحتاج توضيح اكثر. شكرا جزيلا الرسول، شكرا برهان. اخوان الاعزاء، اي شيء غير مفهوم الى الان، اي شيء غير مفهوم الى الان ممكن ان نوضحه لكم؟ واضح دكتور. شكرا جزيلا اخي العزيز. الان سوف ننتقل الى الامثله، الامثله التي ترسخ المفهوم ارينوس وبرونستيد اند داوري. نعم، أتاني سؤال من إحدى الطالبات قبل كم يوم، ماذا يعني هذا السهم؟ أتاني سؤال، والآن الطالبة موجودة، زميلتكم موجودة، ماذا يعني هذا السهم؟ قالت أني لم أفهم هذه الأسهم من أين أتت. صحيح، الأسهم ليست بشيء معضلة ولكنها للتوضيح. الآن لأمامنا حاليا عندك H2SO4 زائد H2SO4، هذا الأولى تعتبر حامض، هذا سلفوريك أسيد، هذا حامض. هل من الممكن ان يتفاعل الحامض مع نفسه؟ قبل مفهوم برونستيد اند لاوري كلا، كان لا يمكن التفاعل، ولكن بعد مفهوم برونستيد اند لاوري نعم يمكن التفاعل. فاذا ال H2SO4 هذه تعتبر حامض، وال H2SO4 الثانيه تعتبر قاعده. ولكن هذه لماذا اعتبرناها حامض؟ لماذا اعتبرناها قاعده؟ التالي، لاحظ مفهوم برونستيد اند لاوري قال انه الحامض الماده التي تحرر ايون الهيدروجين الموجب في النظام او المذيب. ماده التي تحرر ايون الهيدروجين الموجب في النظام او المذيب. والقاعده التي تستقبل ايون الهيدروجين الموجب في النظام او المذيب. ناتي الى المعادله اللي امامنا. حاليا، ناتي الى المعادله اللي امامنا حاليا. لاحظ. عفوا. نعم. المعادله اللي امامنا موجوده حاليا، ما الذي لدي؟ لاحظ هذا دخل H2SO4، هذا دخل H2SO4، ايش خرج لك هنا؟ HSO4 ماينس، دخل H2SO4 خرج SO4 ماينس، تمام. الاخرى ايش دخلت؟ دخلت H2SO4، دخلت H2SO4 خرجت ماذا؟ H3SO4 بلس، H3SO4 بلس. الان اذا تجي تلاحظ هنا ايش دخل؟ كم بروتون هيدروجين عنده هنا؟ كم هيدروجين عنده؟ اثنين، صح لو لا؟ هنا عنده اثنين. اللي خرج ماذا؟ لديه هيدروجين واحدة، بمعنى أنه فقدت بروتون. فإذا هذه المادة إذا فقدت بروتون تسمى ماذا؟ تسمى حامض حسب المفهوم. زين، هذه H2SO4 دخلت H2SO4، ما الذي نتجت لدينا؟ نتجت لدينا H3SO4 بلس، نتجت لدينا H3SO4 بلس. إذا هذه المادة تعتبر ماذا؟ اكتسبت بروتون موجب، إذا هذه تعتبر قاعدة. هذه تعتبر قاعدة وهذه تعتبر حامض. إذا هذه تعتبر حامض لأنها منحت هيدروجين موجب. منحت بروتون هيدروجين موجب. وهذه تعتبر قاعدة لأنها استقبلت بروتون هيدروجين موجب. استقبلت بروتون هيدروجين موجب. تمام. الآن هذا الـ HSO4 ماينس، هذا الـ HSO4 ماينس، ماذا أسميه هذا؟ هذا أسميه conjugate base. هذا أسميه قاعدة قرينة. ماذا أسميه هذا؟ هذا أسميه قاعدة قرينة. وال H3SO4 بلس، ال H3SO4 بلس هذا اسميه كونجكيت اسيد.
conjugate acid، هذا اسميه حامض قرين، هذا اسميه حامض قرين. القاعده القرينه الكونجوجيت بيس تاتي من حامض، هذا الحامض القاعده القرينه هذا الاشاره الموجب السالبه الحامض عفوا القاعده القرينه تاتي من حامض، لاحظ هذا السهم من اين اتى؟ من حامض. والكونجوجيت اسيد هذا الحامض القرين ياتي من قاعده، ياتي من قاعده. اذا الحامض، الحامض قبل التفاعل يعطي قاعده، والقاعده قبل التفاعل يعطي حامض قرين. الحامض قبل التفاعل الحامض يعطي قاعده قرينه، والقاعده قبل التفاعل تعطي ماذا؟ تعطي حامض قرين. هذا المثال اخوان اللي امامنا، ايش تلاحظ هنا؟ لا يوجد لديك H2O، لا يوجد لديك H2O، ولا يوجد لديك OH سالب، ماكو لا OH سالب في المعادله ولا يوجد H2O في المعادله. اذا هذا نظام جديد اللي بين لك انه الماده ممكن ان تتفاعل مع نفسها، H2SO4 ممكن تتفاعل مع H2SO4. ايضا بين لك انه التفاعل يمكن ان يحدث بغياب الماء، H2O ما موجود حاليا، وان كان رمزي هذا التعبير، H2O ما موجود حاليا. بالنسبه للقاعده الكونجكيت بيس، احنا كنا القاعده نقول انه تحرر او اتش سالب في المحلول حسب ارينوس اند مفهوم ارينوس. برونستيد اند لوري لا، الموليكيول او الجزيئه اللي تظهر عليها الايون او الموليكيول السالب، الشحنه السالبه، هذا يعتبر بيس. واي شيء يكون عليه شحنه موجبه يعتبر ماذا؟ يعتبر اسيد. وايضا الاسيد ينطي كونجكيت بيس، والبيس يعطي كونجكيت اسيد. المعادلة هاي يا اخوان الشرح والتفصيل لها واضح لو لا؟ واضحة ويحتاج إعادة يا اخوان الاعزاء واخواتي؟ واضح دكتور. شكرا جزيلا محمد. بقية الاخوان الاعزاء واضحة لو اعيد لكم اياها؟ واضح دكتور. شكرا، شكرا جزيلا الاخ عبد الله. تمام. الان سوف ناخذ معادلة اخرى اخي عبد الله، ممكن ان نفس المفهوم راح ينعاد عليك اللي هذه. قبل ان ناخذ الى معادله المعادله الاخرى، يوجد نقطه قبل ان ننتقل الى المعادله الاخرى. لاحظ الاسهم، هذا السهم يكون باتجاهه الخلفي وهو طويل، السهم بالاتجاه الامامي يكون قصير، يعني هذا التفاعل يكون مفضل من الناحيه الخلفيه، يعني هذا التفاعل يكون مفضل من الناحيه الخلفيه. يعني ال H2SO4 زائد H2SO4 نسبتها بالمحلول عالية، وهي أعلى من الـ HSO4 سالب والـ H3SO4 بلس. التفاعل بهذا الاتجاه يكون تلاحظ هنا قليل 25% و20%، والتفاعل بهذا الاتجاه العكسي يكون عالي جدا تقريبا 70 أو 75 إلى 80%. الآن سوف نأخذ معادلة أخرى هي تمثل إعادة أخي عبد الله، هي تمثل إعادة على ما اللي شرحناه. إذا تلاحظ هنا عندك الـ NH3 وعندك الـ NH3، الأمونيوم موليكيول والأمونيوم موليكيول زيت الامونيا. ال NH3 زائد ال NH3 ايش يعطيك هنا؟ يعطيك NH2 سالب زائد NH4 بلس. يعطيك NH2 سالب زائد NH4 بلس. ال NH2 سالب هذه بما انه اشاره سالبه عليها، بما انه اشاره سالبه عليها تعتبر كونجكيت بيس، تعتبر قاعده قرينه. وال NH4 بلس بما انه عليها اشاره موجبه تعتبر كونجكيت اسيد. تعتبر كونجكيت اسيد. زين. الاسيد هذه من اين اتت؟ اتت يعني الحامض القرين، الحامض القرين يجب ان ياتي من قاعده، هذا اذا تسحب السهام هنا يجب ان تكون قاعده. والحامض القرين، الحامض القرين او العفو القاعده القرينه هذه الكونجكيت بيس، هذه القاعده القرينه تاتي بالاساس من ماذا؟ من حامض. زين، انا خل الاحظ حسب التعريف قلت لكم انه الحامض الماده التي تحرر الاتش الموجب في المحلول او النظام. ايش عندي هنا؟ عندي انا اتش 3، لدي انا اتش 3، بدات انا اتش 3 انتهت ماذا؟ انا اتش 2، كانما فقدت اتش موجب، كانما فقدت اتش موجب، اذا هذه تعتبر اسيد. هنا ايش عندي؟ عندي انا اتش 3، بدات انا اتش 3 انتهت ماذا؟ انا اتش 4 بلس، بدات انا اتش 3 انتهت انا اتش 4 بلس، اذا هذه كانما اكتسبت بروتون هيدروجين موجب وهي تعتبر ماذا؟ تعتبر بيس. هذه تعتبر بيس وهذه تعتبر اسيد. لماذا اعتبرتها اسيد؟ لان دخلت انا اتش 3 خرجت انا اتش 2 فقدت بروتون. هذا لماذا اعتبره بيس؟ هنا في هذا الطرف، لانه دخل انا اتش 3 خرج ماذا لدي؟ انا اتش 4. تمام؟ بما انه هذا فقد بروتون موجب، اذا ازداد عليه شحنه سالبه صار انا اتش 2 ماينس. بما انه شحنته سالبه اذا يعتبر بيس، يعتبر قاعده. ولكن اي نوع من القاعده؟ كونجكيت بيس. وهذا بالنسبه له تعتبر عليه شحنه موجبه لانه اكتسب بروتون، يعتبر اسيد. which kind of acid؟ conjugate acid، يعني حامض قرين.
الحامض القرين هذا اللي امامنا ياتي من قاعده، والقاعده القرينه تاتي من ماذا؟ من حامض. اذا تلاحظ هنا ايضا لا يوجد ماء في المحلول ولا يوجد او اتش سالب في المحلول، وايضا السهم اذا تلاحظه انعكاسي اكثر من ما هو سبونتينوس، يعني يكون انعكاسي اكثر من ما هو تلقائي. تمام؟ الشرح هنا اخي عبد الله واضح اخي العزيز؟ شكرا جزيلا. هل يحتاج إعادة أخي العزيز هذا المثال أو القبلة؟ هل يحتاج إعادة لأي طالب أو طالبة؟ وأنا ممنون منكم. هل يوجد؟ واضح دكتور. أشكرك أشكرك حمزة. الآن سوف ننتقل إلى المثال الآخر. الأمثلة عديدة إخوان، أنا اختاريت كم مثال منهم وليس جميعها، الأمثلة عديدة. مثلا نأخذ الـ H2O، هذا الـ H2O. لاحظ نظام برونستيد اند لاوري يمكن ان يطبق ايضا في الماء، يمكن ان يطبق ايضا في الماء. احنا الماء كنا نتعامل فيه مع نظام ارينوكس. الماء كنا نتعامل فيه مع نظام ارينوكس. قلنا انه اللي يحرر اتش الموجب هو حامض، واللي يحرر او اتش سالب في المحلول المائي هو قاعده. الآن لنأتي إلى اللي موجود أمامنا، هنا اللي موجود أمامي شنو طلاب؟ H2O، مو صحيح؟ دخل H2O. شنو اللي خرج؟ خرج OH سالب، خرج OH سالب، كأنما فقد بروتون، كأنما فقد بروتون موجب، إذا هذا يعتبر حامض. إذا تلاحظ الطرف الآخر هو H2O، دخل H2O، ماذا خرج لديه؟ خرج H3O بلس. إذا هذا يعتبر قاعدة لأنه اكتسب بروتون وهذا حرر بروتون. هذا بما أنه دخل التفاعل حامض. بما انه دخل التفاعل كحامض، اذا الناتج يجب ان يكون قاعده قرينه. وهذا عندما دخل التفاعل كقاعده يجب ان يكون الناتج حامض قرين. اللي يعزز لي هذا انه اقول انه حامض قرين لانه عليه شحنه موجبه ومكتسب اتش. وهذا اقول عليه كونجيكيت بيس لانه عليه شحنه سالبه وفاقد للاتش. ولاحظ ايضا اتجاه السهم يكون مفضل باتجاه الاتش 2 او زائد الاتش 2 او، والامامي موجود ولكنه نسبته واطيه وليست عاليه. هذا المثال الآخر طلاب. المثال الأخير، مثال أخير، لا يوجد بعد مثال آخر، اللي هو النيتريك أسيد زائد النيتريك أسيد، يعني حامض يتفاعل مع حامض، ماء يتفاعل مع ماء. سلفوريك أسيد مع سلفوريك أسيد إذا تلاحظ هنا، هذا حامض مع حامض، هذا قاعدة مع قاعدة، يعني أنا شو فيه هو قاعدي، ولكن عندما يتفاعل مع نفسه يكون سلوكي أنفوتيلي، مرة يكون حامض مرة يكون قاعدة. هذا الـ H2O يكون سلوكي أنفوتيلي عندما يتفاعل مع نفسه، مرة يكون حامض مرة قاعدة. هذا H2SO4 زائد H2SO4، هذا حامض قوي جدا اصلا. يذيب المعادن ويفتت اللحم وهكذا امور. يصفر الجلد ايضا. ولكن عندما يتفاعل مع نفسه جزيئه تسلك حامض وجزيئه تسلك قاعده. الان سوف ننتقل الى نيتريك اسيد، ايضا حامض قوي جدا من الحوامض المعدنيه. عندما يتفاعل مع نفسه يسلك سلوك امفوتيري كانما. فجزيئه ستكون ماذا؟ باعتبار انها اسيد. عندما اقول اسيد هنا يعني تمنح اتش موجب. والجزيئه تكون بيس يعني يقول انها تستقبل الاتش الموجب. فاذا بدا هنا اسيد اتش ان او 3 اتوقع ان يفقد الاتش الموجب يكون كونجكيت بيس. واذا بدا ببيس اتوقع ان يكتسب بروتون يكون لي كونجكيت اسيد. هنا اذا تجي تلاحظ شنو الاشاره اللي عندك سالبه يعني فقد البروتون فاذا يعتبر كونجكيت بيس. هنا اكتسب البروتون يعتبر عليه اشاره موجبه يعتبر كونجكيت اسيد. الكونجكيت اسيد هذا من اين اتى؟ من بيس. والكونجوجيت بيس اتت من ماذا؟ من اسيد. ناخذ مثال اخر اللي هو الاسيتيك اسيد. ناخذ مثال اخر اللي هو الاسيتيك اسيد. لاحظ هنا الاسيتيك اسيد هو من اسمه حامض الخليك، هو حامض الخليك. عندما يتفاعل حامض الخليك مع نفسه جزيئه سوف تعتبر سلوكها حامضي وجزيئه سوف تعتبر سلوكها قاعدي. الحامض حسب مفهوم برونستيد اند لاوري الماده التي تتحرر الاتش الموجب في النظام او في المذيب. يعني عاد عندي CH3COOH دخل CH3COOH صار عندي هنا حررت البروتون يصير CH3COO ماينس يصير الاسيتيت ايون يصير الاسيتيت ايون. وهذا بما انه عليه اشاره سالبه يعتبر ماذا؟ كونجكيت بيس. هذا كونجكيت بيس ياتي من ماذا؟ من اسيد. يعني بالاساس هذا اسيد يعطيني كونجكيت بيس. والبيس هذا هنا البيس هذا يعطيني ماذا؟ كونجكيت اسيد. اذا تلاحظ هنا دخل CH3COOH هنا ايش دخل؟ CH3COOH تمام؟ الناتج عندي ماذا اذا تجي تلاحظه هنا؟
CH3COOH2+ H2+ يعني كأنما اكتسبت واحدة من ذرات الأكسجين، اكتسبت ماذا؟ اكتسبت بروتون موجب وأصبحت عليه شحنة سالبة. فإذا تلاحظ هنا أسيد زائد بيس، في البداية كنا نقول الحامض زائد قاعد يعطيك ماء زائد ماء زائد ملح. إذا تلاحظ هنا تفاعلات البداية تضربنا عليها، هذا حامض أو عفواً هذا مثلا، هذا حامض وزائد قاعدة، حامض زائد قاعدة يعطيك ملح زائد ماء، حامض زائد قاعدة يعطيك ملح زائد ماء، هذا اللي ماشي عندي سابقا. الآن إذا تلاحظ حامض زائد قاعدة شو يعطيك؟ قاعدة قرينة زائد حامض قرين. فإذا ليس دائما تفاعل الحامض مع قاعدة يعطيك ملح زائد ماء، كلا، من الممكن أن يكون الحامض مع القاعدة يتفاعل يعطيك ماذا؟ حامض قرين وقاعدة قرينة. فهذه الأمور اللي تطرق إليها مفهوم برونستين أنداوي، انه الماده تحرر اتش الموجب في المذيب تعتبر حامض، الماده اللي تستقبل الاتش الموجب في المذيب تعتبر قاعده. الماده ممكن ان تتفاعل مع نفسها، الاتش 2 او 4 زائد اتش 2 او 4 يكون سلوكها لامفوتيري، تسلك وحده حامض تسلك وحده قاعده، واحده منها. الحامض اذا دخل تفاعل كحامض يعطيك قاعده قرينه، واذا دخلت الماده كقاعده يعطيك حامض قرين. هذا تفاعل الحامض زائد قاعده في مفهوم برونسيل اند لاوري. تفاعل الحامض زائد قاعده في مفهوم برونسيل اند لاوري لا يعطيك ملح زائد ماء، يعطيك حامض قرين وقاعده قرينه، كونجكيت اسيد اند كونجكيت بيس. فهذه هي المفهوم الاخر اللي تطرقنا اليه حسب مفهوم برونسيل اند لاوري. اخوان الشرح الان واضح؟ هل يوجد شيء او يوجد اضافه او مداخله على ما تم شرحه الى الان؟ هل يوجد ملاحظات اخوان؟ واضح الامور؟ واضح دكتور، شكرا جزيلا. عفو العفو حبيبي، 100 100 بارك الله لكم. طلاب المساء اخواني، الامور واضحه لكم؟ لا دكتور مشكور. العفو العفو، 100 100 واجبنا هذا واجب. تمام، ممكن يكون الشرح بهذه الطريقه اول مره لكم ولكنه ليس بغريب يعني. ننتقل الى مفهوم اخر، مفهوم نظام المذيب. مفهوم نظام المذيب هنا يوجد بعض الشرح يعني ارتأيت ان اضيفه لكم. يتطلب النظام الذي يحتوي على بروتونات في المحلول وهو نظام غير مائي، يعني هنا النظام يكون غير مائي ايضا، مفهوم خاص لوصف الحامض والقاعده، ويتم تطبيق نظام التعريف بالمذيب السولفنت سيستم لاي مذيب يتحلل الى جزء موجب حامض وجزء موجب قاعده، عفوا جزء موجب حامض وجزء سالب قاعده. يعني اي مذيب يعطيك انيون وينطيك كاتيون، هذا نقدر نسمي عليه سولفنت سيستم ديفينيشن. اذا تاتي الى ملاحظه التالي، هذا مذيب صح لو لا؟ الاسيتيك اسيد هذا جزيئي وهذا جزيئي، شو انطاك؟ انطاك انيون وانطاك كاتيون، اذا هذا ممكن ان نقول عليه سولفنت سيستم ديفينيشن. هذا ايضا النظام، هذا النظام بدا بماتيريال او بدا بسبستنس نيتريك اسيد زائد نيتريك اسيد. شو انطاك هنا؟ انطاك انيون اللي هو الـ NO3 القاعده، وانطاك الكاتيون الـ HNO2 3+. اذا هذا انيون وكاتيون، اذا هذا ممكن يعتبر عليه نظام المذيب. تمام، الـ H2O زائد الـ H2O انطاك OH سالب وانطاك الـ H3O+، هذا انطاك انيون وانطاك كاتيون، اذا هذا ممكن ان نعتبره ماذا ايضا؟ نظام التعريف بالمذيب. نظام التعريف بالمذيب لا يختلف كثيرا عن مفهوم برونستيل اند لاوري، لا يختلف مفهوم عن مفهوم برونستيل اند لاوري. وفي واقع الحال، في واقع الحال تطرق الى شيء اخر، انه المذابات التي تزيد من تركيز الايون الموجب تعتبر حامض، والمذابات التي تزيد من تركيز الايون السالب تعتبر قاعده. بمعنى اخر، المذابات التي تقلل من تركيز الايون الموجب، هذا المذابات تزيد من تركيز الايون الموجب حامض، المذابات التي تقلل من تركيز الايون الموجب تعتبر قاعده. وهذا ليس ببعيد، يعني هذا يشابه تقريبا مفهوم، اذا تلاحظون هنا هذا مفهوم ارينوس بالنسبه للحامض، الماده التي تزيد تركيز ايون الهيدروجين الموجب في المحلول المائي. بالنسبه للقاعده، الماده التي تقلل من تركيز ايون الهيدروجين الموجب في المحلول المائي. اذا تلاحظ هذا اللي اخذناه في البدايه نفسه تقريبا متكرر بصيغه اخرى او بهيئه اخرى في السولفنت سيستم ديفينيشن. ويعتبر الماء اقدم نظام مذيب معروف يتحلل ذاتيا لتكون حامض والقاعده.
لاحظ هنا اللي عندنا عفوا، لاحظ هنا اللي عندنا، ما الذي لدينا هنا؟ لديك H2O هذا المعادلة زائد H2O. ايش انطاك هنا؟ H3O بلس زائد OH ماينس. هذا ال H3O بلس ايش سميته قبل شوية طلابنا؟ هذا ال H3O بلس ايش سميته قبل شوية اخوان؟ كونجكيت اسيد. بيرفكت، هذا سميته كونجكيت اسيد، واللي بصفه سميته كونجكيت بيس. كونجكيت الكونجكيت اسيد اسيد. هذا بالضبط، هذا كونجكيت بيس. الكونجكيت اسيد هذا اتى من ماذا؟ من بيس. هذا الكونجكيت اسيد اتى من بيس، والبيس هذا الكونجكيت بيس اتى من ماذا؟ من اسيد. كانما نفس التعريف مال برونستيد ان لاورين عاد مره اخرى لدي، نفس التعريف مال برونستيد ان لاورين عاد مره اخرى لدي. هذا اول مثال. زين، الان اذا لدي نظام او تفاعل ليس فيه اتش موجب او اتش سالب، وليس فيه فقدان اتش موجب وليس فيه فقدان اتش سالب، يعني اكتساب تحرير بروتون او اكتساب بروتون موجب ليس في هذا الشيء، ولا يوجد فيه تحرير اتش موجب ولا تحرير او اتش سالب في المحلول، هنا ظهرت براعه السولفنت سيستم ديفينيشن. اذا تلاحظ هنا عندك بي ار اف 3، عندك بي ار اف 3 ايش خرجت هنا؟ بي ار اف 2 بلس، بي ار اف 2 بلس، ودخلت هنا بي ار اف 3، دخلت بي ار اف 3 خرجت بي ار اف 4 ماينس، دخلت بي ار اف 3 خرجت بي ار اف 4 ماينس. هذا ايش تقدر تعتبره طلاب؟ الاشاره السالبه عليه ايش تقدر تعتبره؟ هذا بيس، ولكن ويتش كايند اوف بيس، اي نوع من القواعد هذا اخوان يعتبر؟ اي نوع من القواعد يعتبر؟ قبل شوي تختار قاعدة قوية هو قال قاعده، برونستد. لا قاعده قرينه، قاعده قرينه صح ولا لا؟ هذا ما يفرق عن هذا، لاحظ اخوان، هذا هسه مسالتكم راسا مباشره قلت لي انها ماذا؟ حامض قرين صح ولا لا؟ زين، هذا يعتبر ماذا؟ قاعده قرينه، تمام؟ لان هذا قاعده قرينه اتت من حامض، والحامض القرين اتى من قاعده، هذا نفس الحاله. عليه اشاره موجبه، ايش يعتبر؟ اسيد. ولكن اي نوع من الاسيد؟ كونجكيت اسيد، هذا ايش يعتبر؟ كانما كونجكيت اسيد. اذا هذا الكونجكيت اسيد اتى من ماذا؟ اتى من بيس، هذا بيس اعطاني كونجكيت اسيد. زين، هذا شنو هو البي ار اف 4؟ شو يعتبر؟ كونجكيت اسيد لو بيس هذا؟ هذا كونجكيت بيس جاي من اسيد. بالضبط، هذا كونجكيت بيس، احسنت اخي حيدر، اتى من ماذا؟ من اسيد، هذا كونجكيت بيس اتى من اسيد. اذا هنا الاساس لتصنيف الحامض والقاعد هي الشحنه اللي موجوده. الموجب يعتبر ماذا؟ اسيد، والسالب يعتبر ماذا؟ يعتبر بيس. فاذا تلاحظ هنا هاي المعادله الاخيره، لماذا اختاريت هذه المعادله لكم؟ هنا ما عندك اتش موجب ولا عندك او اتش سالب، ولا عندك فقدان اتش موجب ولا عندك اكتساب اتش سالب، ولا عندك تحرير اتش ولا عندك تحرير او اتش، تمام؟ هنا اللي عندك ماذا؟ بديت في ماده متعادله مع نفسها، يعني هاي الماده بي ار اف 3 بي ار اف 3، هذه الماده كانما سلوكها الان امفوتيري، ماده تتفاعل مع نفسها. ماده تتفاعل مع نفسها تعطيك اسيد الاشاره موجبه هنا، وتعطيك بيس اللي هو الاشاره السالبه. واضح اخوان هذا التفاعل؟ لتوضيح لماذا استخدمنا السولفنت سيستم ديفينيشن، لانه النظام ليس فيه ماء، النظام ليس به فقدان اتش موجب او اكتساب اتش موجب، والنظام اللي امامك هنا ليس اوكسيد النيتروجين او الفسفور او الكبريت، نظام جديد يحتوي على فقدان اشاره سالبه او اكتساب اشاره سالبه. اللي عندك بي ار اف 3 دخل بي ار اف 3 خرج بي ار اف 2 بلس، فقد كانما اشاره سالبه، ودخل بي ار اف 3 نيوترال خرج بي ار اف 4 كانما اكتسب اشاره سالبه، فهذا يكون كانما كونجكيت بيس هذا، او بيس كونجكيت بيس اتى من اسيد، وكانما هذا كونجكيت اسيد اتى من ماذا؟ من بيس. هذا هو معالجه السولفنت سيستم ديفينيشن، هذا معالجه السولفنت سيستم ديفينيشن. ايش تلاحظ هنا اخوان؟ كل نظام اخذناه يعالج لك حاله معينه وليس جميع الحالات الى الان. يعني لايبك قال انه اكسيد نيتروجين والفسفور والكبريت، من ثم قال الهيدروجين يمكن نستخدمه او نستبدله بفلز، هذا اول مفهوم. ارينوس قال انه الماده اللي تحرر اتش في المحلول المائي هذا الحامض، والقاعده الماده اللي تحرر او اتش في المحلول المائي.
من ثم إذا أتى نظام، إذا أتى نظام ليس فيه ماء مثلا، هذا نظام ليس فيه ماء، هذا مثلا أسيتك أسيد زائد أسيتك أسيد، ماكو ماء هنا، اكو فقدان بروتون واكتساب بروتون، هذا براعة نظام برونستين اند لاوري. تمام؟ الآن إذا أتاني نظام، إذا أتاني نظام ليس في الماء وليس فيه تحرير اتش موجب او اكتساب اتش موجب او تحرير اتش سالب او تحرير او اتش سالب، اذا هنا يحتاج الى نظام جديد هو السولفنت سيستم ديفينيشن، نظام التعريف الموجب. ايش بدك تلاحظ هنا؟ الماده عندما تتفاعل مع نفسها شنو يعطيك؟ انيون وكاتيون، يعطيك كاتيون هذا هنا بالضبط ويعطيك انيون، هذا من يعطيك كاتيون وانيون ايش بدك تلاحظ هنا؟ كانما ايش بدك تلاحظ؟ مشابه للبرونستيد اند لاوري، يعني المادة سلوكها أنفوتيري تعطيك أنيون وكاتيون، لا تنطيك مثلا كما أخذنا في المعادلة الأولى يعطيك ملح زائد ماء، هذا حامض زائد قاعدة يعطيك ملح زائد ماء، ولا ينطيك مثلا يحرر اتش موجب في المحلول، هذا بالنسبة للحامض يحرر اتش موجب في المحلول، ولا يحرر اتش سالب في المحلول. تمام؟ يعطيك اتش موجب ويعطيك او اتش سالب، او اتش موجب أنيون يعطيك أنيون وكاتيون بشكل أكثر دقة، هذا يعتبر كاتيون ككل وهذا يعتبر انيون ككل. ايضا يمكن ان تمثل تفاعلات الحوامض والقواعد في نظام مفهوم المذيب معكوس عمليه التحلل الذاتي، هذه الفقره جدا مهمه، هذه الفقره جدا مهمه. لاحظ انه لماذا اسميها سولفنت سيستم ديفينيشن، سولفنت سيستم ديفينيشن لانه الناتج النهائي، الناتج النهائي يمثل معكوس عمليه التحلل الذاتي، الناتج النهائي يمثل ماذا؟ معكوس عمليه التحلل الذاتي. يعني المادة H2SO4 عندما تتحلل يعطيك H موجب زائد HSO4 سالب، هذا إذا كانت 1 ملي مول. إذا كان عندك 2 ملي مول إيش يعطيك؟ HSO4 سالب H3SO4 بلس. تمام؟ زين إيش يحدث الآن؟ إذا عندي H3SO4 بلس زائد HSO4 ماينس يعطيك 2H2SO4، يعني كأنما رجع التفاعل اللي أمامنا اللي أخذناه قبل شوية، هذا التفاعل اذا تلاحظ H2SO4 زائد H2SO4 شنو ثاني؟ HSO4 سالب زائد H3SO4 بلس. هذا التفاعل برونستيد اند لاوري، مفهوم النظام او مفهوم السولفنت سيستم ديفينيشن، نظام التعريف بالمذيب معكوس هذه العمليه بالضبط، الموجب مع السالب يتحد يعطيك ماذا؟ المذيب الاصلي اللي دخل التفاعل اصلا، مثلا هذا. هذا اذا تلاحظون هنا ال H3SO4 هذا يعتبر اسيد، وال HSO4 ماينس يعتبر بيس، اسيد زائد بيس يعطي سولفنت، تلاحظ شلون؟ قبل شويه كان عندنا اسيد زائد بيس ايش يعطينا؟ سالت زائد ووتر، صح لو لا؟ ممكن اسيد زائد بيس ايش يعطيك؟ انيون زائد كاتيون، صح لو لا؟ الان ايش عندي؟ تفاعل الاسيد زائد بيس يعطيك سولفنت، لذلك اسميه سولفنت سيستم ديفينيشن. زين هذا اسيد ال H3SO4 وهذا بيس، هذا اسيد زائد بيس، ايش يعطيك هنا اذا تلاحظه؟ يعطيك ال H2SO4 وهو يعتبر ماذا؟ يعتبر سولفنت. زين ال NH2 ماينس زائد ال NH4 بلس، هذا انيون وهذا كاتيون، تفاعل الانيون مع الكاتيون ايش يعطيك هنا؟ NH3 هذا يعتبر سولفنت. الاوكسونيوم ايون والهيدروكسال ايون، ال H3O بلس زائد ال OH ماينس، هذا الكاتيون وهذا الانيون، الانيون او الكاتيون يتفاعل مع الانيون شو يعطيك هنا؟ مذيب. فاذا هذا يعتبر ماذا؟ سولفنت سيستم ديفينيشن. تلاحظ هنا ال H2NO3 بلس زائد NO3 ماينس، هذه نفسها NO3 ماينس اكتبها او اكتب O3N ماينس، هذا نفسها. اوكي؟ شو يعطيك هنا؟ 2HNO3. فالمعادلات للسولفنت سيستم ديفينيشن اذا تكتب بهذه الصيغه هي الادق والاصح، انا كتبت هذه بالبدايه لاريك الارتباط بينها وبين برونستيد اند لاوري، هذا اول معادله، وايضا لاريك هنا ارتباطها مع ماذا؟ مع مفهوم ارينوس للحامض والقاعده. تمام؟ لانه هذا يحرك كانما اتش موجب ويحرر او اتش سالب، هذا اول شيء. من ثم لفتت انتباهك الى انه النظام او السيستم اللي انت قاعد تشتغل به ليس بالشرط ان يكون مائي، وليس بالشرط ان يحرر اتش موجب او يكتسب اتش موجب، او يحرر اتش موجب او يحرر او اتش سالب، من الممكن ان يحرر فقط شحنه موجبه، ممكن ان يحرر شحنه سالبه او يكتسب شحنه سالبه، مثل عندك بي ار اف 3 يصير بي ار اف 2 بلس، بي ار اف 3 يكون بي ار اف 4 ماينس، هنا شلت لاحظ هذا كانما
كانما كونجكيت بيس اتى من اسيد، وهذا كانما كونجكيت اسيد اتى من بيس. تمام. الان يمكن ان يمثل تفاعلات الحوامض والقواعد في مفهوم المذيب معكوس عمليه التحلل الذاتي. هذه النقطه المهمه، النقطه الرئيسيه اللي اريدكم تنتبهون عليها طلاب، انه قبل شويه كان تفاعل حامض زائد قاعده يعطيني ملح زائد ماء. تفاعل حامض والقاعده يعطيني حامض قرين زائد قاعده قرينه. تمام. الان اللي عندنا تفاعل الحامض هذا الحامض مع القاعده ايش راح يعطيني؟ يعطيني مذيب. قول لا يعني الاتش 3 هذا الاتش 3 اس او 4 بلس زائد الاتش اس او 4 ماينس هذا الحامض وهذا القاعده ايش يعطيني هنا؟ سوف يعطيني مذيب. هذا المعادله الاولى. المعادله الثانيه ان اتش 2 ماينس زائد ان اتش 4 بلس هذا حامض وهذا قاعده هنا ايش يعطيك؟ ايضا يعطيك مذيب. اتش 3 او بلس زائد ان او اتش سالب ايش يعطيك هنا؟ 2 اتش 2 او اتش 2 ان او 3 بلس ان او 3 ماينس يعطيك 2 اتش ان او 3 هذا ايضا يعتبر مذيب. الان الكلام واضح اخوان؟ عفوا الكلام واضح اخوان؟ واضح دكتور. واضح دكتور. بارك الله فيك. يحتاج إعادة، يحتاج أي شيء؟ شكرا جزيلا. واضح دكتور، شكرا. بارك الله فيك حبيبي. إيش لاحظ طلاب؟ إنه كل مفهوم يعطيك فكرة معينة ويبرز في حل مشكلة أخرى ويقصر في تفسير آخر أو في نظام آخر. فيجب أن نأخذها بالتسلسل يعني. أول واحد لايبك، من ثم أرينوس، من ثم برونستيل آند لاوري، من ثم الصدمة سيستم ديفينيشن، والآن سوف نأتي إلى مفهوم لويس. مفهوم لويس إخوان لوصف الحامض والقاعدة اللي هو يكون آخر فقرة في محاضرتنا اليوم. حامض لويس وقاعدة لويس. لويس عرف الحامض على أنها المادة التي تتقبل مزدوج إلكتروني واحد أو أكثر غير مشترك، لأنها تمتلك أوربيتال واحد أو أكثر غير مشغول. عرف لويس الحامض على أنها المادة التي تتقبل مزدوج إلكتروني واحد أو أكثر غير مشترك، لأنها تمتلك أوربيتال واحد أو أكثر غير مشغول. هذا بالنسبة لحامض لويس. بالنسبة لقاعدة لويس، عرف لويس القاعدة على أنها المادة التي تستطيع منح مزدوج إلكترون واحد أو أكثر غير مشترك، مثلا الأمونيا أو الإستر، هذا الإيثر سوري اللي أمامنا، دايثيل إيثر، هذا دايثيل إيثر هذا أو الأمونيا. هنا نجدت لاحظ عندك لون بير يتم منحه وعندك لون بير يتم منحه. عادة هذا التفاعل أو مفهوم لويس الحامض والقاعدة يتم تقديم القاعدة على الحامض، يتم تقديم القاعدة على الحامض، لأنه التفاعل أصلا يجب ان يكون لديك قاعده تتفاعل مع حامض. اوكي؟ ففي بعض المصادر يتم تقديم القاعده على الحامض. قاعده لويس الماده التي تستطيع منح مزدوج الكتروني واحد او اكثر غير مشترك، مثلا الامونيا او الدايثيل ايثر. الحامض الماده التي تستقبل مزدوج الكتروني واحد او اكثر غير مشترك لانها تمتلك اوربيتال واحد او اكثر غير مشغول. التفاعل هذا الحامض لويس مع قاعدة لويس يسمى تفاعل إضافة، يسمى تفاعل إضافة، والناتج النهائي يسمى أدبت. يسمى التفاعل هذا تفاعل إضافة والناتج النهائي يسمى أدبت. مثال عليه، يوجد مثالين في وضعت لكم مثالين في المنهج. المثال الأول هو تفاعل الـ NH3 الأمونيا مع الـ BF3. الـ NH3 تفاعلها مع الـ BF3. إيش تلاحظ هنا؟ لدي مزدوج إلكتروني ينتقل إلى ماذا؟ إلى أوربيتال جزيئي غير مشغول. لينتج ماذا؟ لينتج الأدكت. لينتج ماذا؟ الأدكت. هذا الأدكت ما الذي فيه؟ إذا تلاحظ هنا النيتروجين هنا الشكل اللي هي تريجونال بيراميدو، هذا الشكل اللي هي هرم مثلث. البي اف 3 شكلها يكون مثلث مستوي، هذا هرم مثلثي وهذا شكلها مثلث مستوي. هذا قبل التفاعل. بعد التفاعل ما الذي يحدث لدي؟ ال NH3 شكلها يكون تقريبا تيترا هيدرال، تقريبا تيترا هيدرال. وال BF3 ايضا يكون شكلها تقريبا تيترا هيدرال. يكون شكلها تيترا هيدرال والناتج النهائي اسميه أدبت. الكلام هذا اخوان، هاي المعادله الاولى او السكيم الاول هذا اللي امامكم، واضح اخوان؟ بيحتاج اعاده. واضح دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تمام. التفاعل الآخر
نعم أخي عبد الله، لاحظ لي هذا التفاعل الآخر، نفسه هو نفس التفاعل الأول. عندك دايأثيل إيثر، هذا CH3CH2O، CH3CH2O، هذا الأكسجين لديها two lone pairs، لديها مزدوجات الكترونية اثنتين، هذا واحد وهذا واحد، واحد منهم سوف يدخل تفاعل كيميائي، سوف يقوم منح مزدوج الكتروني ماذا؟ إلى أوربيتال جزيئي غير مشغول، هو الـBF3. الناتج النهائي سوف يسمى أدكت، وهذه الآصرة تسمى الكوردينيشن بوينت، آصرة تناسقية. مثال آخر، تفاعل NH3، تفاعل NH3 مع الH الموجب، مع الH الموجب، لاحظ NH3 هنا دخلت شكلها تراجونال بيراميدل، عندك مزدوج الكتروني يدخل إلى ماذا؟ إلى أوربيتال، هنا أوربيتال ذري غير مشغول، أوربيتال ذري غير مشغول، أو أوربيتال أيوني بالتحديد غير مشغول، اللي هو الH الموجب، SXYZ يعني الأوربيتال زيرو، يكون لديك ماذا؟ عصرة تناسقية، هذا كأنما عصرة تناسقية. الناتج هنا أو بداية التفاعل، بداية التفاعل شكله تريجونال بيراميدل، وهذا شكله كروي، فقط بروتون يعني، فقط بروتون لا يوجد غيره. الناتج النهائي إذا تلاحظ هنا نشت. أصبح لديك تيترا هيدرا، يعني هنا دخل تريجونال بيراميدل، هنا دخل خرج لك تيترا هيدرا، والناتج النهائي هذا يسمى أيضا أدكت، والتفاعل هنا تفاعل إضافة. ممكن أن نعتبر جزيئة الماء الـ H2O، هنا شرح نأخذ الـ OH السالب، OH السالب أكسجين يتحد بالهيدروجين ولديه ثلاثة مزدوجات إلكترونية، واحدة من هذه المزدوجات الإلكترونية سوف تدخل وتهاجم ماذا؟ الأوربيتال غير المشغول من البروتون الهيدروجين الموجب، الأوربيتال الأيوني أو الأوربيتال الذري غير المشغول من البروتون الهيدروجين الموجب، ليكون ماذا؟ ليكون آصرة، يعني هذه اللون بير يتحد مع هذا الانيكيبيل أوربيتال ليكون لك ماذا هنا؟ آصرة. هذه الآصرة المفروض تكون تناسقية، ولكن إذا تلاحظها هنا الآصرة هذه لا يمكن تمييزها عن هذه الآصرة، كأنما أصبحت آصرة تساهمية وإن كانت مستقبلة. والناتج النهائي هذا الـ H2O سميته أيضاً أدكت. إذا تلاحظ تفاعل البريدين هذا، عندك هنا مزوج إلكتروني، عفواً السهم يجب أن يكون مزوج إلكتروني، هذا من السهم يجب أن يكون مزوج إلكتروني إلى الـ H الموجب، من المزوج إلى الـ H الموجب. تلاحظ هنا عندك H موجب، وهنا لديك مزوج إلكتروني من النيتروجين، التفاعل هذا تفاعل إضافة additional reaction، والناتج النهائي يصير عندك أدكت، الناتج النهائي يكون عندك أدكت. هذا التفاعل اسميه، هذه الماده اسميها لويس بيس، هذه الماده اللي عندها مزدوج الكتروني لويس بيس، قاعده لويس، والماده اللي تستقبل اسميها لويس اسيد، هذا اسميه لويس اسيد، هذا اسميها لويس اسيد، هذا اسميها لويس اسيد، وهذه ايضا اسميها لويس اسيد، تمام. هذه الجزء او هاي المولكيول لويس بيس، هذه لويس بيس، هذه لويس بيس، هذه لويس بيس، وهذه ايضا لويس بيس. هذا اهم ما موجود في لويس اسيد اند لويس بيس. هل يوجد شيء غير واضح إلى الآن إخوان؟ أخي عبد الله، الأمثلة واضحة الآن؟ أشكرك حبيبي، أشكرك. الآن سوف نقوم بإيقاف التسجيل إذا تسمحون لنا.